أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم من سب أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما؟ حكمه أنه عاص لله ولرسوله، وسب أفضل الأمة، ويخشى عليه من الردة إذا كان سبهما لما قام به من الدين ونشر الإسلام وتثبيت الإسلام، هذا ردة. أما إن كان سبهما لعداوة شخصية فهذا كبيرة، لكن كيف يسبهم لعداوة شخصية وهو ما عاصرهم ولا خذلوا شيء؟ ما سبهم إلا لأنه يكره دينهم ويكره اللي هم عليه، فهذا ردة عن دين الإسلام. والله جل وعلا لما ذكر الصحابة قال: ليغيظ بهم من؟ الكفار. فلا يغتاظ من صحابة رسول الله إلا كافر والعياذ بالله. نعم.